نحن الآن في أحضان الدراسة الابتدائية لإعداد القادة لمفوضية كشافة محافظة نابلس. هذه الدراسة التي تعتبر دراسة نوعية وممنهجة ضمن الأطر الرسمية التي تسعى لها جمعية الكشافة الفلسطينية، وهذه السياسة المنبثقة عن السياسة العالمية للتدريب وتنمية القيادات، والتي تضع على سلم أولوياتها تنمية العضوية وزيادة عدد المنتسبين للحركة الكشفية في الأقاليم الخمسة للوصول إلى 100 مليون منتسب للحركة الكشفية على مستوى العالم. وما أقوله وما أذكره الآن بدأنا بتطبيقه في مفوضية نابلس بشكل عملي، فقد ومن خلال القادة الموجودين في مفوضية نابلس بدأنا التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في محافظة نابلس، مع المجالس القروية والمجالس البلدية والمحلية لقرى المحافظة، بالإضافة للمؤسسات والنقابات. ولوقي يعني هذا التواصل استجابة يعني كبيرة لم نكن نتوقعها، فكانت هذه الدورة التي تستهدف عددا من القادة الشباب الذين سيقومون بتأسيس اللبنة الأولى للمجموعات الكشفية في مؤسساتهم، والتي سنقوم نحن في مفوضية نابلس بمتابعتهم والوقوف على أهم احتياجاتهم التدريبية والبشرية، وسنكون على أهبة الاستعداد من أجل أن ننمو في الحركة الكشفية تكون الحركة الكشفية العالم الفلسطينية حركة كشفية سباقة ورائدة في تنمية القيادات وتنمية العضوية.